كابتن احمد، يمكن الجول الثاني انا شايف من وجهة نظري ان هو نقطة تحول هيبقى في المباراة الثانية. اكيد 1-0 غير 2-0. صحيح. يعني 1-0 بتخلي الفرق اللي قدامك نازلة برضو هادية، في اي وقت ممكن يجيب جول، مش مستعجل، مش فاتح خطوطه، ممكن بيلعب على ضربة ثابتة، بيلعب على هجمة منظمة، بيلعب على هجمة مرتدة، بيلعب على كورنر، بيلعب على يعني انت قدامك 90 دقيقة بتحاول فيها، بتبذل كل قصارى جهدك في ال 90 دقيقة عشان تسجل هدف واحد. لكن انت النهاردة رقم واحد بالنسبة له عايز يسجل هدفين، ده رقم واحد، تمام؟ ده عشان يتعادل معاك. رقم اثنين عايز يسجل 3 أهداف عشان يعدي النادي الأهلي، أو عشان يكسب المباراة، عشان يكسب المواجهتين. يعني عايز يسجل 3 أهداف قدام النادي الأهلي. الأندية الكبيرة أنا بشوف وجهة نظري، بشوف إن الأندية الكبيرة لما تبقى كسبانة وتلعب بره ملعبها الأمور بالنسبة لها بتبقى يعني أسهل بكتير جدا جدا جدا. صح. ليه؟ أنت النهاردة مفترض إن إحنا عندنا لعيبة كورة عندهم إمكانيات وعندهم قدرات، المفترض يعني، تمام؟ بطبيعة الحال لما بتلعب بره ملعبك بيبقى عندك مساحات كتيرة مفتوحة، الملعب بيبقى عنده فيه مساحات كتيرة خالية، تقدر تشتغل، تقدر تستحوذ، تقدر تشتغل على كاونتر أتاك بشكل كويس، تمام؟ ده اللي ممكن أو ده اللي المفترض نشتغل عليه هناك. إحنا في حاجات قلناها قبل الماتش، قلنا نتمنى ونتوقع، يعني احنا دايما بيبقى عندنا توقع لشخصيه النادي الاهلي، توقع لاداء النادي الاهلي، لمكانه النادي الاهلي، ده اللي بنتوقعه، ان احنا ننزل نضغط من البدايه، هنضغط على هنلعب من على الاطراف، هنستغل اللعيبه اللي موجوده عندنا، هنستغل السرعات. لكن الكلام ده ما حصلش النهارده في الماتش، لكن ممكن يحصل في الماتش اللي هناك. ممكن يحصل، لان خلاص انت بتلعب فرقه هتبقى عامله زي الشوط الثاني كده، الراجل غير 4 تغييرات هجوميه، فض نص الملعب، الطرفين خالص. بالنسبه له كانوا الاثنين متقدمين، فبالتالي بقى عندك فرصه جيده جدا جدا انك تسجل اهداف. كان في واحده لمحمد شريف اللي يعني جزء من الثانيه كان ممكن يروح بيها وتبقى هدف ثاني، نتيجه ان صن داونز فتح الملعب، فتح الجيم، عايز يسجل اهداف، فبالتالي بقى عندك انت مساحات تشتغل فيها. صح. انت عندك ميزه، عندك لعيبه عندها سرعات في الحته الاماميه، فيقدروا بالسرعات بتاعتهم هم يخلقوا فرص ويسجلوا اهداف. ودي الميزه اللي ممكن يشتغل عليها النادي الاهلي هناك. انا ما بقولش ان احنا نلعب زون ديفنس، ولكن نلعب بتنظيم شويه، ممكن طريقه اللعب تتغير. يعني انت كنت بتتكلم في بدايه الماتش على طرق اللعب واختلافها وتغيير طريقه اللعب، لا ممكن الاهلي يغير طريقه اللعب، ممكن نلعب 4-5-1 عادي جدا، انك تملى نص الملعب وتشتغل على واحد على هجمه مرتده سريعه، بحيث انك ما تديش مساحه لصن داونز هم يشتغل. بالنسبه لحضرتك كنت طالب اللقطه دي. دي اللقطه اللي ضغط فيها النادي الاهلي بالظبط وقطع الكوره. يعني بالزبط. النهارده احنا قلنا هم عندهم عيب خطير جدا، هي دي الكوره بالظبط. قطعت في الحته دي، ولو كملت بعديها يا سمير بعد ما تقطع على طول هتلاقي ان طاهر بقى فاضي، يعني كان ممكن تتباصى ويروح يسجل هدف. أيوة. وده اللي اتكلمنا عليه، قلنا يا جماعه الفرقه دي عندها مشكله ان هم عندهم بطء في التحضير، مش سرعه، وعندهم حته الكبرياء شويه في اللعب، مش الثقه الزايده، لا كبرياء شويه، ما شتتش الكوره، هو مش عايز يشتت الكوره. يمكن مش دي برده اول كوره، دي تانية او ثالث كوره النادي الاهلي يضغط، وكان ممكن تتحول لهجمه مرتده سريعه. مزبوط. وبتضغط في الامام، يعني الطبيعي ان اللي معاه الكوره ده بتاع صن داونز يشتت الكوره، وهو مغلوب 1-0، لكن عايز يباصي فتقطعت الكوره، كانت ممكن تبقى فرصه للنادي الاهلي. هو ده الضغط اللي احنا بنتكلم عليه، وده اللي المفترض يبقى جزء من فكر النادي الاهلي وانت بتلعب هناك، ان انا بضغط، ان انا مش هسيبك انت تمتلك، مش هسيبك تستحوذ، مش هسيبك تخلق فرص، مش هبقى انا رد الفعل طول المباراه، لازم في وقت من الاوقات لا يبقى انت الفعل طبعا. لازم وقت من الاوقات يبقى انت بتضغط، لازم توري له بلغه الكره العين الحمراء. انت النادي الاهلي كسبان 2-0، مش متخوف من اي حاجه، مفيش اي ضغوط عليك، رايح هناك انت عشان تتغلب لازم يفيك 3 أهداف، صعب جدا في الفرق الكبير طبعا. لكن مش مستحيل، لكن صعب جدا في الفرق الكبير. الفرق الكبير ما ينفعش انا رايح بره ملعبي وانا حامل اللقب والنادي الاهلي ورايح هناك خايف بس ليا شغل ان اتغلب 3-0، ما انا ده اللي بقوله. خايف ان انا اتغلب 3-0، لا، انت في وقت من الاوقات لازم تفرض شخصيتك، لازم تفرض اسلوبك، لازم تفرض سيطرتك داخل المباراه. النهارده صن داونز اول 10 دقائق سبت له الجيم شويه، فهو كان بيلعب، هو من البدايه كان بيلعب زون من نص ملعب، كان بيدافع من نص ملعب، لما سبت له الجيم شويه ابتدى هو خلاص يضغط شوية. ابتدى يطلع لقدام، ابتدى يضغط من على قوس النص ملعب، ابتدى بعد كده يضغطك باتنين من ال 18، نتيجه ان انت سبت له الحته دي، اديته مساحه، اديته فرصه انه يضغطك، اديته مساحه واديته فرصه ان هو يستحوذ ويشتغل. لكن انت لو رحت هناك فرضت شخصيتك من البدايه اعتقد هم هيقلقوا. هو نازل اولا هو هيبقى مضغوط نفسيا ومضغوط عصبيا ومستعجل، عنده كل الحاجات السيئه بالنسبه له عشان يسجل اهداف، فبالتالي انت لو فرضت شخصيتك، لو ابتديت تهاجم هتخلق فرص، صحيح، هتسجل اهداف، هيبقى ليك وضع كبير افضل من اللي انت عملته هنا الناحيه دي. انا مبسوط ان النتيجه 2-0،
دي بتاعه توفيق ربنا سبحانه وتعالى يعني طبعاً. لا المدير الفني ولا اللعيبه كان ليها دور يعني كبير في الماتش بتاع النهارده، هو توفيق ربنا عايز يدي النادي الاهلي، بس لازم استغل التوفيق. ما ينفعش ان انا هعتمد على التوفيق هنا في مصر وهرجع اعتمد على التوفيق هناك. يعني انت النهارده قبل الجول الثاني كنت احنا قاعدين بتكلم مع كابتن اسامه، بقول له لو ربنا رحيم بينا قوي لا بيحبنا مش رحيم بينا، رحيم بينا السيناريو السيناريو كده حلو ان احنا في التوقيت الخاطئ نجيب جول ثاني. طبعا نسجل هدف. كابتن اسامه قال لي يا رب نحافظ على الجول ده. مظبوط صح. ما هو بص خد بالك هو هيقول لك ايه في هذا الشكل يعني. بص يا كابتن شريف، انت النهارده انت بتشوط طاهر محمد طاهر بيشوط بتيجي جول، هو بيحط بدماغه في العارضه وبره، ده التوفيق وعدم. عايز اقول لك على حاجه، بس استغلال التوفيق هو ده الاهم بالنسبه لك. عايز اقول لك على حاجه واحنا فاهمين. اتفضل. احنا لو بصينا على الدكه عندنا بره احنا مظلومين برضو. احنا لا عندنا بديل نص ملعب مدافع مثلا او حتى اللعيب اللي كان عندك اكرم توفيق اصيب او حاجه زي كده، فانت برضو عندك البدائل مش زيه، وانت بتقول لي نازل اربعه مهاجمين علينا وبعدين هو اكمل منك وهو اجهز عندك ومعلول فارق معانا جدا ولا لاعب الزمالك قبل الماتش ده ومعلول فارق معاك جدا ولاعيبه كتير خارجه من اصابات زي ايمن اشرف رامي ربيعه انذار بنون انذار حكم ليك بنالتي ما ادوهالكش ربك عوضك بس بص بلال وانت فاهم وكل الكباتن عاملين فاهمين بس انت كابتن بص بره الاسعاف الموجود برضو الجهاز الفني مظلوم فيه، يعني المباريات المضغوطه الاصابات الغيابات الحاجات دي هي بانت النهارده انك انت عايز بدايل انت مش لاقي. ايوه بصراحه مش لاقيين. الراجل بيعمل ابره وفتله. انت علي يعني معلول بقاله فتره كبيره يعني مش قصدي على معلول بقاله فتره كبيره انا صار شبراء مش موجود في النادي الاهلي. انت عايز بديل، حتى البديل اللي قاعد بره متعور يا اما بقاله كتير ما بيلعبش يا اما واحد فيهم بيلعب 10 دقايق يا اما ما عندكش الحلول الكبيره اللي انا حاسب فيها. بص يا كابتن بس مش بهذا الشكل. انا هقول لك على حاجه، انا يعني اعذر اللعيبه والمدير الفني في حاله الاجهاد اللي فيها اللعيبه، هو ده شكل لكن جادر. سيستم اللعب ما اعذرش فيه المدير الفني وما اعذرش فيه اللعيب. انا النهارده مش قادرين ما ده اللي انا بقوله لك. انا اعذر اللعيبه واعذر المدير الفني ان اللعيبه فيها حاله اجهاد، يعني اللعيبه بتيجي الشوط الثاني من كتر من تلاحم الماتشات وضع طبيعي ان في هيحصل دروب، يعني اللعيبه هيحصل فيه هبوط شويه في الاداء البدني، لكن سيستم اللعب من بدايه الماتش ما ينفعش نعذر فيه اللعيبه. انت شخصيتك بتفرضها لو حتى تلت ساعه في الماتش. لعيبه مسؤوله ده وضع طبيعي. النهارده لازم يعني انا النهارده النادي الاهلي قدر يسجل تمام، كان لازم نستغل برضو انك انت سجلت هدف ونضغط ونبتدي نضغط بعد الهدف عشان لا شفنا الطريق ربنا بعت لنا الطريقه يعني. مش بس عشان تسجل هدف، انت عشان تحطه برضو تضغط عليه عشان تحطه في منطقه جزاء عشان تحطه في نص ملعبه، هو ده الفكر المفترض ان احنا بنشتغل بيه. مزبوط. لكن طبعا يعني اللعيبه معذوره، كم اجهاد غير طبيعي، ثلاث ماتشات كل 3 ايام بتلعب ماتش، فعندك حاله من الاجهاد وانت عايز تعمل تدوير، والتدوير بيبقى صعب ببعض الاوقات لان في لعيبه بتبقى مصابه بالنسبه لك فما بتقدرش تغيرها، في مشاكل يعني تسببها زحمه الماتشات. لكن انا بتكلم على الهويه والشخصيه بتاعه النادي الاهلي، لابد في وقت من الاوقات تفرضها. اصبح عندك جزء مهم جدا في الماتش اللي هناك طبعا. انك تفرض شخصيتك من بدايه الماتش، انت ما عندكش حاجه تبكي عليها، بتلعب في افريقيا متقدم 2-0، بتلعب فرقه في ملعبها مضغوطه خسران 2-0 منك، عامله لك حساب كبير جدا، فرقه عندها تعالي شويه وكبر في الكوره، تقدر تستغل كل ده لو فرضت شخصيه النادي الاهلي. ولكن يا كابتن بلال هنتكلم فيها، انا وجهه نظري ان مستر موسيماني ممكن يبدا المباراه باسلوب تاني خالص هناك. انا ارجح كده، انا ارجح كده لما يبقى عندي اجهاد ما ينفعش العب جيم مفتوح. بالظبط تمام بالظبط. طيب